منادى مرفوع، ولكن بيبنى على ما يرفع به عندما يكون مبنيا، فإن هيكون مبني على الألف. تمام. في أول الحلقة كان لا يكافئ غير المتفوقين. نعم. طب معانا ما شاء الله من أول حلقة، برافو عليكي. نعم. إيه أنا أعتقد، ويمكن أنا ما رضيتش أشير لكده عشان ما حدش يغلط، لكن أنا عارف هي هتسأل عن إيه. إحنا قلنا لا يكافئ إلا المتفوقون يا شيماء، صح؟ تمام. أنتِ عايزة تقولي إن كلمة المتفوقون دي كانت مرفوعة لأنها كانت نائب فاعل. تمام؟ تمام. وهتقولي إن هي كانت مرفوعة بالواو لأنها جمع مذكر سالم، صح كده؟ انت عايزة تمام. تقولي ان كلمة غير لما وضعناها بدل الا، عايزة تقولي ايضا ان هي ترفع بالواو. تمام. لا ده غلط. ليه؟ هي بتاخد اعراب الاسم الواقع بعد الا، بتاخد اعرابه ولكن العلامة تختلف بحسب نوع الكلمة. اذا اسمح محمود تأخذ الحكم الاعرابي فقط. نعم، الحكم الاعرابي هو الرفع، لكن علامة الرفع تختلف من كلمة الى اخرى. يعني كلمة المتفوقون نوعها ايه يا شيماء؟ مفرد ولا جمع ولا مثنى ولا ايه بالظبط؟ جمع. جمع ايه؟ مذكر ام مؤنث؟ مذكر سالم. وجمع المذكر السالم بيرفع بالايه؟ بالواو. طب وغير مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ غير ده مفرد. تمام. والمفرد بيرفع بايه؟ بالضمه. اذا الحكم الاعرابي الرفع في الكلمات، في الكلمتين، ولكن علامه الرفع تختلف لان الكلمه الاولى نوعها جمع مذكر سالم والكلمة الأخرى تجمع على قطع الاتصال. أستاذ محمود ترفع بالضمة. بعد إذن حضرتك كده على عجالة نتعرض لأبنائنا المدح والذم حتى نتعرض لصخرة الملتقى. تمام. أستاذ محمود، إذا ما أردت أن أمدح مثلا تلميذا، نعم، أقول نعم التلاميذ محمد. تمام. تماما. نعم. هذا الأسلوب ماذا نسميه؟ نسميه أسلوب مدح. مدح. نعم. بما يبدأ؟ يبدأ بفعل المدح وهو كلمة نعمة. نعمة. تمام. كل فعل لا بد أن يكون له فاعل. أين الفاعل؟ نعم التلاميذ محمد. نعم، هي الكلمة التي تقع بعد نعم مباشرة فاعل، إلا في حالة واحدة بس محمد سنتعرض لها. نعم. نعم، إذن هنا الفاعل هو كلمة التلاميذ. التلاميذ. نعم. من يا ترى؟ أنا خصصت من؟ قصدت من؟ نعم التلاميذ. حتى الآن ليس هناك مخصوص بهذا المدح. أين المخصوص؟ محمد. محمد؟ نعم. هو المخصوص بالمدح. بالمدح. تمام. أستاذ محمود، إذن هذا الأسلوب يتكون من فعل المدح والفاعل والمخصوص. هيا بنا نفكر. تمام. المخصوص ماذا؟ محمد. هل من الممكن أن نبدأ به الجملة؟ تمام، نستطيع أن نقول محمد نعم التلاميذ. محمد. محمد نعم التلاميذ. ما إعراب محمد في هذه الصورة؟ اسم وقع في أول الكلام فهو مبتدأ. مبتدأ. نعم. إذا ما أخرنا ذلك المبتدأ فماذا نقول عنه؟ نقول أيضا هو مبتدأ ولكنه مؤخر. مبتدأ مؤخر. تمام. ما رأيك إذا ما عرضنا لأبنائنا الطلاب لوحة تبين أجزاء أسلوب المدح كما يرون أمامهم على الشاشة أسلوب المدح وأيضا أسلوب الذم؟ نعم. يأتي أيها الأبناء بنفس هذه الطريقة. تمام. أيضا كما قلت نعم التلاميذ محمد، أقول بئس التلاميذ المهمل. تمام. نأتي المهمل، المهمل بئس التلاميذ. وهنا أنا أريد أن أبين لأبنائنا الطلاب إذا ما أراد أن يتوصل إلى المخصوص بالمدح أو الذم من الممكن أن يبدأ به الجملة. الجملة. تمام. فإذا بدأت به الجملة واستقام المعنى إذا هذه إجابة صحيحة. تمام. ماذا تقول اللوحة أسمح؟ تقول أن أسلوب الذم بكلمة بئس وكذلك أسلوب المدح بكلمة نعمة يتكون من أجزاء يا أستاذ محمد. نعم. أجزاء أسلوب الذم مثلا لو نظرنا إلى هذه الأجزاء سنجد أن أسلوب الذم يتكون أولا من فعل الذم وهو كلمة بئس، ونطبق هذا الكلام أيضا على أسلوب المدح، نقول هو نعمة. بعد هذا الفعل مباشرة يكون هناك فاعل، فاعل المدح أو فاعل الذم. نعم. وهو فاعل مرفوع دائما. أما الركن الثالث الذي نستطيع أن نتمم به الكلام والذي نستطيع أيضا أن نأتي به في أول الكلام هو المخصوص، ويسمى المخصوص بالمدح بعد نعمة أو المخصوص بالذم لو كان بعد بئس، ويعرب مبتدأ مؤخرا مرفوعا دائما. والجملة التي قبله في محل رفع خبر مقدم. تمام. ولي أعراب آخر يا أستاذ محمد. نعم. ولكن يعني بنقول خبر لمبتدأ محذوف. خبر لمبتدأ محذوف. تمام. نعم. نعم. أستاذ محمود، إذا ما أردنا أن نبين لأبنائنا الطلاب أن هناك حالات لفاعل المدح أو فاعل الذم. تمام. هل من الممكن أن نضع جملا و
نناقش فيها أبناءنا الطلاب بكل ترحاب. تماما. نعم. الجملة الأولى ماذا تقول؟ تقول نعم الصفات الصدق. بعد إذن حضرتك نسجل. نعم. أين الفاعل؟ الفاعل هو كلمة الصفات. الصفات. نعم. ما نوعه من حيث التنكير والتعريف؟ معرفة. ومن أي أنواع المعارف؟ معرف بأل. إذن حالة فاعل المدح يكون معرفا بأل. إذن أيها الأبناء الأعزاء، الحالة الأولى من حالات فاعل المدح أو الذم أن يكون معرفا بأل. تمام. تماما. نعم. أين المخصوص؟ نكتب حالته يسمحون بعد إذن حضرتك. معرف بأل. أين المخصوص أيها الأبناء؟ لابد أن تفكروا. يا ترى المخصوص ماذا يا أستاذ محمود؟ نعم. الصفات ماذا؟ الصدق. الصدق. نعم. إذا المخصوص بالمدح هو؟ هو كلمة الصدق. إعرابه؟ يعرب مبتدأ مؤخر مرفوع. نعم. إذا ما انتقلنا أيها الأبناء إلى الجملة الثانية، ماذا تقول الجملة الثانية يا أستاذ؟ تقول بئس الصفات الكذب. بئس الصفات الكذب. تمام. أين فعل الذم؟ فعل الذم كلمة بئس. وأين الفاعل؟ الفاعل أيضا هو كلمة الصفات. الصفات نوعه أيها الأبناء من حيث التنكير والتعريف. نعم، أنتم تريدون أن تقولوا الآن أكاد أستمع إليكم. نعم. معرف. معرف بأل حالات يا أستاذ محمد. أما المخصوص هنا فهو كلمة الكذب. الكذب. نعم. لكننا إذا ما انتقلنا إلى الجملة الثالثة. نعم. نقرأ الجملة أولا. تقول نعم صفات المرء الأمانة. أستاذ محمود أنا أتذكر أن حضرتك تفضلت قائلا أن الفاعل يأتي بعد نعمة مباشرة أو بئس مباشرة. تمام. إذا الفاعل بعد نعمة صفات. تمام بكل تماما. نعم. صفات نعمة. نعم. صفات. تمام. صفات من يا ترى؟ صفات المرء. المرء. نعم. إذا ما إعراب المرء؟ المرء مضاف إليه مجرور. أهناك تشابه بين فاعل المدح في الجملة الأولى وبين فاعل المدح في هذه الجملة؟ نعم، هو في الجملة الأولى وفي الثانية معرفة. وهل اختلف نوع المعرفة؟ نعم، في الجملة الأولى هو معرف بأل، وفي الجملة أما في هذه الجملة فهو معرف بالإضافة. بالإضافة. إذا تريد أن تقول إن هناك حالات لكل من فاعل المدح وفاعل الذم، الحالة الأولى أن يكون فاعل المدح أو الذم معرفا بأل، الحالة الثانية أن يكون معرفا بالإضافة إلى المعرف بأل. تمام. تماما. نعم. الجملة الرابعة ماذا تقول؟ نعم، هنا أيضا يا أستاذ محمد المخصوص هو كلمة الأمانة وهو مبتدأ مؤخر. الأمانة مبتدأ مؤخر. مع إذنك. نعم. برضو نسجلها لهم. نعم. ربما أحد من أبنائنا الطلاب يرغب في تسجيل هذه الأمثلة. نعم. الجملة الرابعة تقول بئس صفات المرء الخيانة. نعم. أين الفعل؟ نعم، كلمة صفات أيضا. الفعل بئس وصفاتي الفاعل. الفعل بئس، أما الفاعل هو كلمة صفات، واتفقنا أن الاسم الواقع بعد بئس أو نعمة هو دايما الفاعل إلا في حالة واحدة سنذكرها. أستأذنك شيماء أستاذ محمود. السلام عليكم يا شيماء. عليكم السلام. نعم يا شيماء. عايزة في القصة، أنا خلصت النحو. طيب ممكن تشاركي معانا في الجزء اللي موجود ده على ما نخلصه؟ يعني عشان طالما الدرس متصل عشان بس ما اقطعش على زمايلك، ممكن يعني ما اسالش؟ لا شاركي معانا وهتسالي بس. طيب. خلص الجمل عشان ما اقطعش الشرح بس على زمايلك. طيب ممكن. ممكن. بتتكلمي من ارض ولا من موبايل؟ لا موبايل. طيب خلاص قولي السؤال يا شيماء وسيبيه واحنا نجاوبه لك. طيب ماشي. اتفضل. عايز اسال كل الاسئله في اختياري. مضاد إن ثبت ده في لا أنا عايز أقول لك على حاجة بعد إذنك. اختيار من متعدد لابد أن تكون القطعة موجودة. الكلمة الكلمة ترتدي ثوب معناها من خلال سياقها في جملتها. كل الجمل اللي أنا واقفة عليها متشابهة، مش عارفة أختار. لا يا بنت شوفي أنا بقول لك إيه، أنا بقول لك مثلا يعز علي أن أفارق أصحابي، فيعز هنا يصعب. يصعب والمضاد يسهل او يهون. تمام. بالضبط. لكن ممكن تيجي يعز في موضع ويجي مضادها الذل. تمام. ده اللي انا عايز اقوله لك. فلازم القطعه تكون موجوده او الجمله اللي فيها الكلمه تكون موجوده، لكن اختيارات لكلمه من بين متعدد والجمله مش موجوده قد لا نوفق الاجابه. لا يا استاذ محمد انا فاهم الاختيار بالضبط بس متقاربين في المعنى بطريقه فظيعه. طيب قولي. طيب مضاد كلمه انسابت هو سكنت فرحت سكتت خرجت، ده اول. ما هو يا بنتي لازم يا بنتي الجمله الكلمه من خلال السياق. الله يكرمك.
الكلمة من خلال السياق. طب ممكن يا شيماء تتابعينا على صفحة البرنامج وتقولي لنا الأسئلة دي واحنا نجاوب لك عليها إن شاء الله كلها. حطيها على صفحة مدرسة على الهواء. حطيها على الصفحة القطعة بالأسئلة بتاعتها واحنا إن شاء الله نجيبك عليها. وأنا وعد إن شاء الله إن عشنا بكرة نجاوبك عليها أنا والأستاذ محمود. إن شاء الله. شكرا ليك يا شيماء. دي أستاذ محمود أيها الأبناء والأعزاء لابد أن تعلموا. الكلمة على حسب سياقها في جملتها. تمام. لا نستخدم لا نتعامل دي امتحانات ثانوية عامة. نعم. لا نتعامل مع اللفظة مستقلة، لابد أن تكون الكلمة في جملتها ترتدي ثوب معنى. نعم. تمام. من تمام. سياقها فعلا. تمام. نكمل أستاذ محمود بعد إذن حضرتك. تمام أستاذ محمد. قلنا بئس صفات المرأة الخيانة، وقلنا إن كلمة صفات هنا هي الفاعل، وأيضا هي معرف بالإضافة إلى المعرف بال. تمام. وأيضا كلمة الخيانة هنا هي المخصوص بالذم، وتعرب أيضا مبتدأ مؤخرا مرفوعا. الجملة الثالثة، الجملة بعد ذلك تقول نعم رجلا الأمين. نعم رجلا. نعم. أتوقف. نتوقف طبعا بكل تأكيد، وسيتوقف أبناؤنا معا. نعم أيها الأبناء، نعمة، ما الاسم الذي أتى بعدها؟ كلمة رجلا. نكرة أم معرفة؟ نكرة. منونة؟ منونة. وما علامة التنوين؟ اعتقد انها النصب، بل انا متاكد من ذلك. الفتحة تماما. الفتحة تمام. اذا الكلمه منصوبه. منصوبه. اذا هناك شيء نستطيع ان نقدره بكل نعمه تأكيد. هو رجلا. تمام. هو اذا تكون فاعلا لماذا؟ كلمه هو. نعم فاعل لنعمه. لنعمه تمام. وما الذي ميز ذلك الضمير؟ كلمه رجلا هي التي ميزت هو. طب اذا ما قلنا نعمه رجالا هم، نعم نساء هن، إذن ماذا تريد أن تقول؟ نريد أن نقول إن فاعل نعم أو بئس قد يكون ضميرا مستترا يفسر بتمييز بعده مباشرة. وفي هذه الحال أيها الأبناء الكلمة المنصوبة بعد نعم أو بئس تكون تمييزا، والفاعل يكون ضميرا مستترا مفسرا بذلك التمييز. تمام. إذن الفعل ماذا أستاذ محمود؟ الفعل نعمة. والفاعل ضمير. ضمير مستتر. مستتر. نعم. تماماً. تقديره هو طبعاً. تماماً. في هذه الجملة. إذن نعم. حالته. الحالة ضمير. ضمير. مستتر مفسر بتمييز. نعم. تماماً. تمام. أين المخصوص أستاذ محمود؟ كلمة الأمين. الأمين. نعم. إذن نستطيع أن نقول الأمين نعم رجلاً. تمام. تماماً. ونقول هي مبتدأ وفي هذه الحالة أيضاً مؤخر يا أستاذ محمد. تمام. ويجوز تقديمه. تماماً. بئست امرأة الخائنة. بئست امرأة الخائنة. تمام. وهنا أبناؤنا الطلاب من الممكن أن يسألوا أستاذ رجلا منونة بالفتح، فالتنوين ظاهر. تمام. فهي منصوبة. تمام. لكن الكلمة امرأة هي تنتهي بتاء مربوطة. نعم. أقول له وهذا ما أقول غير صحيح، إذا اعتبرت نعمة فعل وامرأة فاعل تماما، بالتالي انت خدت حالتين، يا معرب بال يا معرب بالاضافه. تمام. طب لو عربت الخائنه مضاف اليه يبقى انت هتتوقف، لن تمام. تستطيع ان تصل الى الاجابه الصحيحه. نعم، لانه الجمله تكون غير مكتمله. تمام. نعم. وبالتالي اذا ما بدا بالمخصوص وقال الخائنه نعمه امراه بئست امراه انا اسف. نعم. الخائنه بئست امراه نعم. لابد ان ينونها. تمام. فيستطيع أن يأتي بها في أول الكلام ويكون بالفعل هو المخصوص بالذم. إذن كلمة الخائنة. أين الفاعل؟ الفاعل هنا أيضا هو ضمير مستتر، وهو كلمة هي. وما حالة الفاعل؟ ضمير مستتر مفصل بتمييز أيضا. والمخصوص هو كلمة الخائنة ويعرب مبتدأ مؤخر. أما الحالة الأخيرة، نعم ما تفعله بر الوالدين. أستاذ محمود قلت الفاعل هو الكلمة التي تأتي بعد نعمة مباشرة، بس بشرط ما يكونش نكر ومنونة. تمام. تماما. نعم. ما الذي يلي نعمة؟ اسمها كلمة ما. ما هل من الممكن أن نستطيع أن نضع اسما بدلا من ما والمعنى يستقيم؟ نعم نستطيع أن نقول نعمة الذي تفعل. الذي. تمام. من أي أنواع الكلمات الذي؟ اسم موصول. إذن ما هنا يا ترى ماذا؟ موصولة. إذن أيها الأبناء من بين أنواع ما أن تكون اسما موصولا. تمام. فمن حالات فاعل المدح أو الذم ما الموصولة، نعمة ما تفعله مثلا الغش، نعمة الذي تفعله الغش. الجملة التي أمامنا ماذا تقول؟ تقول نعمة ما تفعله بر الوالدين. نعمة ما تفعله بر الوالدين. تمام. تماما. نعم. أين الفاعل؟ الفاعل هو كلمة ما، وحتى يعلم أبناؤنا يا أستاذ محمد أن بعد ما هي اسم موصول، فيأتي جملة
لا محل من الاعراب، وهي جمله صله الموصول عشان ما يفتكروش ان هي متعلقه بالمبتدا او الخبر يعني. اذا نعمه والفاعل ما، الفاعل ما، حالته اسم، اسمه موصول. المخصوص ماذا؟ المخصوص هو كلمه بر، وايضا هو بر بر، نعم تماما، مبتدا مؤخر مرفوع علامه رفع الضم تماما. اما الجمله الاخيره فتقول بئس من تصاحب العاق والديه. بئس من تصاحبه العاق والديه. تمام تماما نعم. اذا بئس الذي ايضا، من تصاحبه الذي. اذا الفاعل ماذا؟ الفاعل من، وما حالته؟ حالته اسم موصول ايضا. واين المخصوص؟ المخصوص هو كلمه العاق. هيا بنا نسجل ايها الابناء الاعزاء، في عجاله نعرض الامر. اسلوب المدح او اسلوب الذم كلاهما يتكون من ثلاثه اجزاء، فعل المدح او فعل الذم، فاعل المدح او فاعل الذم، المخصوص بالمدح او المخصوص بالذم، والمخصوص يعرب مبتدا مؤخرا وقد ياتي في اول الكلام. وبينا ان هناك حالات لكل من فاعل المدح وفاعل الذم، الاولى ان يكون معرفا بال، الثانيه ان يكون معرفا بالاضافه الى المعرف بال، الثالثه ان يكون ضميرا مستترا مفسرا بتمييز، الرابعه ان يكون ما او من الموصولتين. معنا اتصال احمد من الشرقيه. السلام عليكم يا احمد. وعليكم السلام. اهلا بيك يا احمد. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا احمد؟ ازيك يا استاذ محمود؟ ازيك يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. انا عندي سؤال في القراءه. اتفضل. في القدس. اتفضل. لمصر دور تاريخي في اعمار القدس. لمصر دور تاريخي في اعمار القدس. اذكره. تمام. هي حددت خراج الارض لمده 7 سنوات. تمام. ايوه. خلاص. هو ده. هو ده. بس كده؟ خصصت، نعم خصصت خراجها لمده 7 اعوام لاعمار القدس. تماما. السؤال عشان هو خفيف على طول على الماشي يعني. عندك اسئله تانية؟ عندي سؤال اخطر. سؤال اخطر. الاديان اللي مفردها. الاديان؟ مفردها؟ ها؟ في دين ودين، في لا في دين ودين. ما هي احنا بقى هيبقى في ضبط. الضبط يا في ياه عليها سكون ودال تحتها كحل. لا هي الدال المكسوره يا احمد. دين. اديان مفردها دين، انما الديون مفردها الدين. تمام. فهو الضبط يا حبيبي هو اللي يختلف معاك بس. عندك اسئله ثانيه يا حبيبي؟ انا عندي سؤال اخر، سؤال في النصوص. نعم. في الشعر سوره الكمال. قول يا حبيبي. البيت الثاني. لم يعشق الغيل. لكنه هام بك من بنات الخيال. تمام. بيقول لي يرى بعض النقاد ان فكره البيت الثاني جديده لكن مضمونها ليس بجديد. نعم. وضح. نعم هي جديدة لأنه لم يبدأ كعادة الشعراء بالغزل في النساء الجميلات، وإنما تغزل في المعنى الشعري الشعري الجديد والجميل. إنما التقليد يا أستاذ محمد أنه قلد الكوميت، يعني الكوميت تكلم عن هذا المعنى بالضبط، هو قلده في هذا البيت. شاعر اسمه الكوميت يا حبيبي. شكرا ليك يا أحمد. شكرا. شكرا لك. تفضل يا حبيبي. أستاذ محمود، عندي حبذا ولا حبذا. تمام تماما نعم. إذا ما قلت حبذا العلم. نعم. حبذا العلم المتحف حبذا. تماما نعم. في عجالة الجملة تحتها بعد شوية كده. لا حبذا الجهل. لا حبذا الجهل. تمام. نعم نعم. يبقى إذن المتحف حبذا والذم به لا حبذا. حبذا مما تتكون حبذا؟ تتكون من الفعل حبة، وهو فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. وكلمة ذا هي اسم إشارة وهي الفاعل. الفاعل. نعم مبني. والمخصوص هو، والمخصوص هو كلمة العلم، والجملة الأخرى هي كلمة الجهل. إذن العلم إعرابها مبتدأ مؤخر وجوبا لا بد أن يأتي بهذه الصورة. لا يختلف. إذن إذا ما سئل الطالب العلم حبذا وقال له صوب الخطأ يقول حبذا العلم. حبذا العلم. تمام تماما نعم. أما لا حبذا الجهل لا نافية، وحب فعل ماضي مبني على الفتح أيضا، وذا اسم إشارة مبني في محل رفع الفاعل، وكلمة الجهل أيضا يعني المخصوص. بعد إذن حضرتك بس نكتب بس محمود، العلم مبتدا مؤخر. تمام. وهو المخصوص برضو في سهم كده لوحده، والجهل برضو نفس الأمر. أتلقى ذلك الاتصال. دلال، السلام عليكم يا دلالو. الله بركاته. ازيك يا مستر محمد؟ ازيك يا دلال؟ ازيك يا مستر محمود؟ ازيك يا دلال، عاملة إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا بقول لك. نعم. بقول لك ازيك يا دلالو، تعرفي تعربي يا دلالو؟ قولي. إيه؟ سامع حضرتك. اعربي يا دلالو. يا دلال. نعم. يبقى دلال ده منادى علم مبني على الضم في محل نصب. ما شاء الله. طب الحمد لله، يعني انت استفدتي منه النهارده. الحمد لله. الحمد لله. اتفضلي يا دلال. عايز اسال في نص الصغيران. اسالي في نص الصغيران والكبيران كمان. قولي. اترى علاقه بين قوله ليكشف عن ارض جديده؟ طبعا بما قبلها. لا، وقوله في البحث عن بيتهما.
في البحث عن بيته ليكشف عن أرض جديدة. اه نعم. تعليل يعني ولا ايه؟ نعم هي توضيح ولا تعليل؟ لا هو هنا في البحث عن بيته ليكشف عن أرض جديدة هناك علاقة قوية بين هذه الصورة وتلك الصورة. صورة هذا الرجل الذي قد تاه في الأقدار و يعني المظهر الجمال. لا هو علاقة في الموضوع نفسه. يعني مش علاقة توضيح ولا تشبيه كده. نعم ايوه نعم بالظبط كده. هناك علاقة تشابه كبيرة جدا يريدها الكاتب او يريدها كاتب هذا المقال اللي هو ايه؟ الطفلان وقد ضاع من البيت وهما في ظلام الليل وتطوح بهما الأقدار يشبهان حال الذي قد ركب البحر ليكشف عن أرض جديدة. فهناك علاقة بين هذه الحالة وبين تلك الحالة. أما لو قلنا ليكشف عن أرض جديدة بالجملة التي تسبقها فهي تعليل لما قبلها. عندك أسئلة ثانية يا دلال؟ تفضلي. تبدو ملامح شخصية الكاتب؟ نعم. الطغيران بردك. تمام. تبدو ملامح؟ نعم شخصية الكاتب. تمام. وخصائص أسلوبه؟ نعم. من خلال النص. يبقى هو عايز الملامح الشخصية وعايز سماته الفنية. تمام. أيوه بس هو عايز استشهاد. ما الاستشهاد يعني من ملامح شخصيته إنه حنون وعطوف. ضممتوه إلي. ضممتوه إلي. مرتبط بالثقافة الإسلامية برضه. مرتبط بالثقافة الإسلامية كانت لها هيئة أم وضعت الجنة تحت أقدامها وهنا متأثر. يا من لا إله إلا هو دي. يا من لا إله إلا هو. تمام طيب. عندك أسئلة تانية؟ تمام والخصائص بتاعت الأسلوب بقى أسلوب ال اعتماد على الإطناب. ماشي؟ تمام. طب عايز أسأل في النحو. عندك سؤال في النحو قولي. إعراب. إعراب هي جملة فيها كلمة. الجملة فيها كلمة وكلمتين قولي اللي أنت عايزها. ماشي. إذا أردت أن تعرف. إذا أردت أن تعرف. نفوسا حقا. نفوسا أنت عايزة إعراب حقا باين عليكي. لا. طيب. ستعرفها وقت الشدة. ها؟ لا وقت الرخاء. طيب. هو عايز وقت دي أي اللي مفعول به ولا نائب عن المفعول المطلق؟ ولا نائب عن الظرف؟ ولا ظرف او ظرف هي ظرف ظرف تمام ظرف ازاي وتبقى دي هي دي لا عاطفه ولا نافيه حاضر لا ما هي عاطفه تفيد المخالفه طب مش هتبقى معطوف بقى على اللي هي وقت الشده لا ما انت عايزه وقت الاولى ولا وقت الثانيه لا وقت الثانيه وقت الثانيه بقى اسم معطوف بس هي في الاختيارات اي الحال او ظرف او نائب عن المفعول المطلق بقيه الجمله بتقول طب وقت الشده جمله ثانيه معلش وقت الشده لا وقت الرخاء اه لا لا وقت الثانيه هي معطوف 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 اه معطوفه معطوفه منصوبه اذا كان عندك الاجابات الثلاثه كده بالاجابات غير مظبوطه مظبوطه يعني انما الاول وأنا انما الاولاني لك ذلك الامر الاولانيه ظرف اه الاولانيه ظرف يا دلال ماشي تمام ان الامم التي تثبت ها بسرعه الحياه هي التي عرقتها التي تسبق الحياه تثبت نعم ولا للحياة هي التي عركتها الشدائد ولا ايه؟ اه طويلا نعم. طويلا نائب عن المفعول المطلق ماشي وده صفته ماشي؟ ماشي عايز حاجة تاني؟ وردت سؤال من كتاب المدرسة قولي وردت إن مكسورة الهمزة مخففة النون في قوله تعالى إن هذا إلا سحر يؤثر إن مكسورة الهمزة هي دي إن ولا إن؟ لا إن هذا إلا سحر يؤثر سورة القمر أولا هو إن هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى نفي هي إن هنا نفية بمعنى ماذا؟ طب هذا تعرب إيه؟ نعم؟ هذا إن هذا مبتدأ وقد يكون يا أستاذ محمد على التأويل يعني قد يكون اسم ما العاملة عمل ليس بس المؤول عنها بإن السؤال بقى أستاذ محمود إحنا ما ناخدش في الحاجات ما دي أنا بقول ده تأويل يعني بالضبط تماما لكن هنا قد تأتي إن بمعنى من نافية إن يقولون إلا كذبا يعني تمام. ما يقولون إلا كذبا شكرا ليك يا دلال شكرا يا أستاذ محمود يبقى إحنا شفنا دلوقتي المدح بحبذا والذم بلا حبذا وعرفنا المقصود بالمدح والذم مبتدأ مؤخر تمام أيها الأبناء والأعزاء جرعت نحو كافية شافية ننتقل إلى صخرة الملتقى والشاعر الطبيب الدكتور إبراهيم نجم تمام يا أستاذ محمود نعم يا أستاذ محمد وقبل أن نتحدث في هذا النص الجميل يعني أستاذ محمود بعد إذن حضرتك يعني أنا في هذا النص تحديدا نرجئ الادب لما بعد تمام. القصيده تمام. ونربط بعد ذلك وذلك لضيق الوقت تمام. تماما نعم اولا الدكتور الطبيب ابراهيم ناجي نعم تماما نعم هو ينتمي الى مدرسه سنعرفها
بعد ذلك هي جماعة أبولو. أبولو تماما؟ نعم. وقبيل أن نتعرض لذلك النص هيا بنا نستمع إلى شيء من حياته الدكتور إبراهيم ناجي. إبراهيم ناجي شاعر مصري ولد في عام 1898 في حي شبرا بالقاهرة. تخرج في كلية الطب عام 1922 وعاش في بلدته في المنصورة، فتأثر بجمال الطبيعة ونهل من الثقافة العربية القديمة، وقرأ دواوين المتنبي وابن الرومي وأبي نواس، وبدأ حياته الشعرية عام 1926 بترجمة بعض أشعار ديموسي وتوماس مور، وانضم لمدرسة أبولو عام 1932 والتي ضمت عدداً من الشعراء الذين استطاعوا تحرير القصيدة العربية الحديثة من أغلال الكلاسيكية والإيقاعات المتوارثة. كان الشاعر ناجي يميل للرومانسية كما اشتهر بشعره الوجداني. من أشهر قصائده الأطلال التي تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم، لذلك سمي بشاعر الأطلال. أيها الأبناء الأعزاء، هذا ما سمعتموه عن شاعرنا اليوم في قصيدته صخرة الملتقى. أستاذ محمود، قبيل أن نتحدث، الملتقى من أي أنواع المشتقات؟ نعم، هو يتحدث عن مكان اللقاء، ولذلك نستطيع أن نقول إنها اسم مكان. اسم مكان؟ تمام. أولا، ما التجربة الشعرية التي عاشها الشاعر، أو ما مناسبة هذه القصيدة؟ عندما نتحدث بإذن الله عن هذه المدرسة سنعلم أنهم يحنون إلى مواطن الذكريات، والمناسبة أن هذا الشاعر كان قد ولد في المنصورة وعاش فيها فترة من حياته، والتقى هناك على صخرة ما، كانت هذه الصخرة على شاطئ البحر أو النهر، وكان يجلس على ظهر هذه الصخرة مع من يحب. ولما مرت الأيام وبطبيعتها تفرق أحياناً بين الأحبة، عاد بعد فترة طويلة إلى الصخرة مرة أخرى، فحن إلى مواطن الذكريات، وحن إلى أن يحدث الصخرة عما كان يفعله فوق ظهرها وما يتمناه بعد أن عاد إليه. إذن هو كانت له علاقة مع من يحب. تمام. هذه العلاقة كانت علاقة قوية، وقد تكون العلاقة بينه وبين محبوبته أو بينه وبين أصدقائه، إلا أنه بمرور الوقت تفتتت الروابط وتقطعت العلاقات ومزق الشمل، فعاد إلى تلك الصخرة يناجيها ويتحدث إليها، فماذا قال؟ يقول: سألتك يا صخرة الملتقى، متى يجمع الدهر ما فرقا؟ فيا صخرة جمعت مهجتين، أفاء إلى حسنها المنتقى، إذا الدهر لج بأقداره، أجد على ظهرها الموثقى، قرأنا عليك كتاب الحياة، وفض الهوى سرها المغلقة. سألتك يا صخرة الملتقى، متى يجمع الدهر ما فرقا؟ قلنا إن الملتقى من أنواع المشتقات اسم مكان. تمام. تماماً. نعم. والفعل التقى. نعم. متى يجمع الظهر؟ ما جمع ظهر؟ ظهور. وأظهر. ما فرق؟ فرق بمعنى؟ بمعنى شتت. والمضاد؟ جمع. فيا صخرة جمعت